أهلا وسهلا بالجميع. هعرفكم بالمحاضرة النهاردة، هنتكلم النهاردة عن النمو الإنساني من الميلاد وحتى أرذل العمر. أرذل العمر مش مقصود بيه مرحلة الشيخوخة وبس، لا، فيما بعد الشيخوخة كمان. تمام، احنا النهاردة هنتكلم عن مرحلة الطفولة فقط، والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن مرحلة المراهقة، من بعدها هنتكلم عن الشباب والرشد، وآخر محاضرة إن شاء الله هنتكلم عن أرذل العمر أو الشيخوخة إن شاء الله. معاكم هنقدم المحاضرة أستاذة شيليا محمد جاد، مدرب التنمية البشرية. أحب أتعرف عليكم، بس عايزين نتعرف ببعض بطريقة العمل. كل واحد جنب اسمه طبعا المفروض إن هو هيظهر يكتب العمل بتاعه، يعني هو بيشتغل ايه، ولو طالب طالب كلية ايه، تخصصه ايه، يعني كلية تخصص ايه. احنا 38، عايزة 38 وظيفة او 38 تخصص او 38 طالب. مدرس كد خاصة، أهلا وسهلا. مهندس إنشائي، أهلا وسهلا. أستاذ حسام، سفرانية سكرتيرة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أمير. حسبة، تمام. كلية التجارة معنا النهاردة، طالب الشهادة العلمية، أهلا وسهلا. محاسب تحت التمرين، اقتصاد وعلوم سياسية، ما أستاذ علي كنا عايزين نعرف حضرتك موظف ايه، يعني تخصص حضرتك في الوظيفة ايه، او دراسة حضرتك ايه. نظم معلومات وإدارة، أهلا وسهلا بيكم جميعا. الصوت وحش، الصوت ضعيف يعني. طب بشري، أهلا وسهلا. تجارة خارجية، نظم معلومات. احنا النهاردة تخصصنا كتير جدا، أكيد هنفيد بعضينا. درس رياضيات، دبلوم سياسة، أستاذ علي أهلا وسهلا بحضرتك. تجارة وصيدلة وطب، تمام. تمام، أهلا وسهلا بينا جميعا. احنا النهاردة هنتكلم عن نمو إنساني اللي هو يخص كل واحد فينا، مش تخصص بعينه، كلنا هنستفيد منه علشان هو يعتبر هيتكلم عن الإنسان وإزاي ربنا خلق الإنسان. طبعا مش من نواحي طبية، لا، من كذا ناحية، من 4 جوانب، منها النواحي الجسمية لكن مش الطبية. أنا مش تخصصي طب خالص، أنا دارسة صحة نفسية. هنتكلم من كذا جانب، جانب جسمي، جانب عقلي، جانب انفعالي وجداني، جانب اجتماعي. كلامنا النهاردة والمحاضرات اللي جاية هيبقى بمثابة كأننا بنتكلم عن الكتالوج الإنساني. يعني احنا بنتولد ولحد ما نموت وبنبقى في حاجات كتير جدا مش عارفينها عن نفسنا. فعشان كده متخصصين الصحة النفسية أو متخصصين النمو الإنساني أدركوا إن إحنا لازم نعرف ده، علشان ده بيوفر علينا حاجات كتير وبيحل بيخلينا نقدر حتى نحل مشكلاتنا إحنا مع نفسنا بشكل جيد جدا، غير إن إحنا بنحتاج لحد إن إحنا نلجأ له، يعني نلجأ إن إحنا نحل المشكلات دي. قبل ما نحل المشكلة وقبل ما تقع المشكلة فإحنا بنتفاداها، أو إزاي نعرف إن المشكلة أصلا ما تحصلش. طبعا مش كل المشاكل، والنهارده احنا مش جايين عشان نتناول المشاكل، احنا جايين نتناول الانسان لما بيتولد، من ساعه ما بيتولد لحد ما بيموت، ايه اللي بيمر بيه في حياته. تمام يا شباب،
استسمحكم بس هو كان في سؤال قبل كده ان في ناس بتسأل في استراحة علشان الصلاة. اه هو في استراحة علشان الصلاة ان شاء الله، اول ما اذاني اذن باذن الله هنقوم. حاجة كمان هو الملف لسه بيحمل، نحتاج ان احنا نتكلم مع بعض شوية على بال ما يتحمل. اعرفكم بيا، انا شيليا محمد جاب، خريجة التربية الرياضية، دارسة دبلوم مهني صحة نفسية، بدرس ماجستير إدارة أعمال حاليا يعني، وإن شاء الله أنا هتخصص في السلوك الإنساني أو السلوك التنظيمي يعني إن شاء الله، بس بعد ما أخلص الماجستير يعني بإذن الله. حاجات نفسية يعني. تمام يا شباب. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أستأذنكم بس نص دقيقة، أستأذنكم نص دقيقة يا شباب. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ مجدي. أوكي حاضر. تفضل أستاذ أحمد. 7 مساء. حاضر، نخليها من 7 لـ 9. طيب ممكن أشوف الموضوع ده مع الوردة لحضرتك. حاضر، بس احنا كده بس خرجنا عن المحاضرة، ف يحاول يتحمل الملف. هنتكلم في شوية حاجات هنحتاجها أثناء ما احنا بنتكلم في محاضرة النهاردة والمحاضرات اللي جاية. الصوت كده واضح يا شباب؟ الصوت كده واضح؟ تمام. طيب في مفاهيم عامة أو حاجات كده هتصادفنا في أثناء ما احنا بنتكلم، فعلشان تبقى واضحة لينا من البداية في التمثيل والموائمة. يعني ايه التمثيل والموائمة؟ التمثيل يعني ان انا حاجة بشوفها كل حاجة شبهها فانا بحطها زيها. لما الطفل يشوف مثلا عصفور، اول ما طالما هو حاجة بجناحات هو حاجة بجناحات، خلاص هي متعرفة عنه كده. اول ما لها جناحات خلاص هو ممكن نسميها عصفور. دي تمثيل، يعني حاجة تشبه حاجة. الموائمة إن إحنا إنها حاجة عامة لها تشابه في حاجة، يعني عدة أشياء كلها تحت تصنيف واحد. لا، إحنا بنبتدي نفرز التصنيف ده، التصنيف ده قصدي، يعني مثلا صحيح العصفور له جناحات لكن بيطير، فكده في تصنيف متفرع من تصنيف رئيسي. الفرخة مثلا صحيح لها جناحات إلا إنها أكبر حجما ولأنها مش بتطير، فهي على الأرض، كده تصنيف آخر. دي اسمها موائمة، بس هي طبعا العملية دي هي يعني ليها تفسير أكثر عمقا، بس أنا قلتها كده ببساطة على أساس إن إحنا لما نمر بفكرة عامة عنها. تمام كده، عشان هنحتاجها كتير بالذات في مرحلة الطفولة. هتقابلنا كمان في مرحلة الشباب والمراهقة إن شاء الله. في حاجة اسمها متطلبات النمو، تلبية الاحتياجات أو إشباع الحاجات. أي إنسان في الدنيا سواء طفل أو شيخ يبقى له احتياجات أو له حاجة. فالمفروض ان هو الحاجات دي بتبقى لها كتير او لها مسؤوليات، لكن اول حاجه طالما محتاج لحاجه معينه بيحتاج ان هو يشبعها. فعل ان هو يشبعته فهو فعل. تمام كده،
لو لم تصب بيترسب جواه او بيكون ممكن يعني عدة مراحل من المشاكل. ممكن أولية، ممكن شوية توتر قلق، شوية شوية يزيدوا إلى مثلا قلق وعدم النوم، شوية إلى مشكلة تزيد إلى إطلاع مرض، تزيد إلى أزمة. لها المراحل بتاعتها حسب طبعا نوع الحاجة اللي هو محتاج يشبعها. لو حاجة تشبع ممكن الإنسان يتغير، ملحة وهي أصلا معاه بشكل ملح، فالحاحة معايا في مراحل تلقى إشباع. في كلامنا برضو في كل مراحل النمو اللي هنتكلم عن الناس العاديين، هنتكلم عن الناس اللي عندهم مشكلات نفسية أو انفعالية، مش اضطرابات ولا أمراض نفسية، هنتكلم عن الناس العاديين. ربما ممكن تواجه الناس العاديين دول فتتحول إلى مشكلة أو اضطراب أو أزمة أو مرض نفسي. هنتكلم في الأساس عن العاديين نقول أو نلمح بعض المشكلات اللي ممكن يواجهوها. يعني المشكلات العادية اللي ممكن يواجهوها لا تتحول إلى، حتى لو تحولت إلى، ما في جميع المحاضرات اللي جاية. تمام كده؟ ممكن نقول هي ممكن تتحول لمرض إيه، لكن مش مرض نفسه عند الكل. عند كل الناس كده. صوت كويس يا جماعة؟ بيقطع لسه؟ ألو؟ تمام كده؟ تمام كده يا شباب؟ الصوت كده واضح؟ لحظة بس أظبط الصوت. تمام. تمام. حاجة أخيرة هنتكلم عنها أو مفهوم عام هنمر بيه برضو أو نحاول نلاحظ إن هو ما بين الإنسان وبقية الكائنات الحية، اللي ربنا خلقها، إن طفل الإنسان مختلف كتير عن طفل الحيوان. إن طفل الإنسان بيحتاج إلى عناية ورعاية لفترة طويلة، ولكن الحيوانات ممكن ياخدوا فترة أقل من الإنسان بكتير. يعني مثلا ممكن في العصفور يقعد أسبوعين أو 3 أو شهر بالكتير في رعاية الأب والأم، إلى أن، وطبعا وهو بيستطيع الرعاية إلى فترات، لا يمكن فترة مرحلة الطفولة. بعد كده ممكن يسدوا ويسن النفس، لكن الطفولة بتبقى طويلة عن باقي الحيوانات، أو مثل دي أو الاهتمام بباقي الحيوانات. فدي مفاهيم عامة كده احنا هنمر بيها، يمكن مهم نعرفها. ماشي، مشكلة الصوت دي، وارجع لكم يا جماعة. بس معلش كده هستنى 2 دقايق كده افصل وافتح تاني. اوكي، ماشي، السلام عليكم. تمام، سامعني؟ طب كده صوت أوضح ولا إيه؟ كده أفضل؟ كده مفيش تقطيع؟ تمام. طيب، هو احنا الأذان أذن، فهنحتاج إن احنا 10 دقايق. في ال10 دقايق دي هنقدر نحمل الملف إن شاء الله، ونرجع نكمل المحاضرة إن شاء الله. 10 دقايق كفاية يا شباب ولا؟
ربع ساعة. حاضر. تمام. تمام. طيب هو الناس اللي هتستنى. طب اوكي ماشي يا شباب، في انتظارك. هو فرق التوقيت عندكم يعني لسه ما قدمش او قدم خلاص؟ تمام. اوكي. طب معلش هتنتظرونا ربع ساعة ان شاء الله، هتعوض بإذن الله. طيب في خلال ما احنا قاعدين، الناس اللي منتظريننا يعني لحد ما نقوم ونرجع، عايزين الناس اللي قاعدة مستنية تفكر معانا في مرحلة الطفولة وهم صغيرين، كانت ايه أصعب موقف أو حادثة حصلت، بحيث ان هم يحكوها لنا واحنا ممكن ندردش فيها أثناء دراستنا للمرحلة دي يعني. اوكي، بس ما نكتبش حاجة لحد ما كلنا نبتدي، وبعد كده هنكتب الموقف يعني، هنحكي الموقف سوا ان شاء الله. تمام. اوكي، استاذنكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. زي ما احنا شايفين، مرحلة الطفولة في السنة الأولى بتبقى حب، في السنة التانية بيبقى بيحاول إن هو يقوم، السنة التالتة بيحاول إن هو يستقيم، السنة الرابعة بيحاول إن هو يطول الأشياء، السنة الخامسة بيحاول إن هو يمشي ويجري. تمام كده. في خلال المراحل دي من السنة الأولى للسنة الخامسة بيمر بكذا خبرات، أو بيمر بخبرات كتير. كنا عايزين نعرف، فاكرين لما قلت لكم الناس اللي هي من المنتظرانة المفروض ان هي تقول لنا خبرة مرت بيها في مرحلة الطفولة، تحكي لنا عنها. تمام، بس ما تاخدش اكتر من 3 او 4 سطور. شباب قلناها، هو أستاذ علاء هنا بيقول لنا إن هو كان يجمع الأطفال حواليه ويحكي لهم قصص. طب هما أطفال أصغر من حضرتك ولا أكبر؟ أستاذة آلاء، أنا آسفة جدا أستاذة آلاء. تمام، هو الأطفال أصغر من حضرتك ولا أكبر؟ لا، احنا كنا بس بنحمل شوية صور لأن الملف مش عايز يترفع. تمام، ده معناه إن كان بيتحكي لك أستاذة ولاء، كان بيتحكي لك حكايات أو قصص أصلا في الصغر، ومنها حضرتك لما كبرتي شوية برضه في مرحلة الطفولة ابتديتي تجمعي الأطفال وتحكي لهم نفس القصص اللي أنتي عارفاها. تمام، جميل، مهارة جميلة. هي لسه مع حضرتك لحد دلوقتي؟ جميل. عايزين خبرات تانية يا شباب. طيب هو يعني احيانا مرحله الطفوله دي بيمر فيها بحوادث، بنمر بيها يعني فيها بحوادث كتير. يعني مثلا انا كنت شقيه جدا وانا صغيره، وكان انتوا هنا بتسموها الغميضه، بنلعب الغميضه، فجريت جريت عشان امسك حد، فخبطت في الحيطه، اتعورت في حاجبي، فلحد دلوقتي التعويره المفروض انها خيطت يعني، لحد دلوقتي لسه موجوده، فاثرها موجوده. ده موقف يعني، ما خبرة من الخبرات، حكاية عن العفاريت. تمام، تخيل بقى. تمام.
تمام. طيب احنا النهارده احنا قلنا هنتكلم عن مراحل النمو من الميلاد وحتى مرحله الطفوله نفسها من لحظه الميلاد. فعايزين نقول في لحظه الميلاد ان بيمر الانسان بخبرات كتير. لحظه الميلاد نفسها اول ما بينزل الدنيا، يعني انتوا عارفين في معلومه مهمه جدا مهمه جدا، ناس كتير اول ما تعرفهاش، ان طفل في مرحله في اثناء ما هو جنين في بطن امه درجه الحراره جوه، يعني جوه بطن امه بتبقى حوالي 62 درجه مئويه. انتوا متخيلين مهما كنا احنا في عز الصيف فهو عايش في درجه حراره في بطن امه اعلى بكتير جدا من اللي احنا عايشينها. فعلشان كده لما بيجي هو ينزل، يعني لما بيتولد سواء في الصيف او شتاء فهو بينزل بردان جدا. حتى لو نزل في الصيف فاحنا مثلا بنبقى عايشين درجة حرارة حاجة و30 مثلا 38 او 40، الى انه برضه هو علشان كان عايش في بيئة مائية درجة حرارتها 60 درجة مئوية، هو لما بينزل لبيئتنا اللي هي حاجة و30 او 40 درجة مئوية بينزل سقعان. فعشان كده لازم الدكتور او الطبيب او اللي بيولد يحافظ جدا على فرق درجة الحرارة ده، ان درجة حرارة الغرفة اللي بيتولد فيها لازم تكون دافئة بصرف النظر بقى عن الام. وموضوع تشغيل التكييف والحاجات اللي زي دي بيبقى خطر، لان هو اصلا المفروض ان هو بينزل يقاوم الحياة وبيتحول من بيئة مائية بيتحول من بيئة مائية الى بيئة هوائية. ما هي البكاء ده اهم من يعني من ايه من العلامات السليمة لولادة الطفل. عشان كده هو لما بينزل من البيئة المائية إلى البيئة الهوائية لازم بيبكي. والبكاء ده ليه صحي؟ علشان هو بيحول البيئة المائية اللي هو كان بيتنفس فيها إلى بيئة هوائية، بيبتدي ياخد الهواء اللي في الجو ويبتدي يدخل للرئة علشان يدخله يعني للرئة علشان الرئة تعمل ويبتدي بقية أجهزة الجسم تعمل. وبيبقى فيه طبعا زمان مش دلوقتي، يعني الحاجات العلمية دي احنا ابتدينا نفوق لها شوية، بس زمان كانت التمثيل الدرامي في التلفزيون وفي الروايات كان بيقول لك الإنسان بيولد باكي ويموت بيبكي عليه والحاجات اللي زي دي. طبعا دي كلها حاجات درامية. الأصح أو الصحي أو السليم إن الطفل يتولد بيبكي، لو لم يبكي فالطبيب يحاول يعمل حاجات كتيرة جدا عشان يحوله إلى بكاء. وطبعا لو ما بكاش وهو لسه في البيئة المائية ورئتينه مليانين بالمية، اه بالظبط، لو رئتينه لسه مليانين بالميه فده بيسبب له مشاكل بعد كده. فلازم هو يتنفس هواء علشان يبتدي يقدر يعيش الحياه اللي احنا عايشينها. تمام كده. طيب دي لحظه الميلاد. لحظه الميلاد كمان ان يقول لك الام والاب ضروره تواجد الام والاب، والام بالذات علشان هو بيبتدي يرتاح لريحتها ويبتدي يرتاح لنبض قلبها. دي حاجات ناس كتير ممكن ما تاخدش بالهم منها، بالذات في اولاد القيصريه والحاجات اللي زي دي، بس احنا بنقول ان هي ضروره 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 كبيره جدا. الطفل برضو في لحظه الميلاد لو تعرض الى انه يكون في بيئه ساقعه جدا وهو سقعان جدا ممكن لا يستطيع ان يقاوم فيموت. عشان كده بنقول ان احنا من ساعه الميلاد من لحظه الميلاد لحد اسبوعين الطفل ما بين ان هو يعني يتحدى الحياة، يا اما يعيش يا اما يموت. علشان كده هم يعتبروا الاسبوعين دول هم اسبوعين الحياة والتحدي للطفل. علشان كده التحدي ده لازم يكون بمساندة الام والاب، العاطفة يعني النواحي العاطفية. شباب انا بتكلم عربي. فين اللغة المختلفة هنا؟ تمام. طيب ننتقل من مرحلة لحظة الميلاد أو الأسبوعين اللي هو بيبقى فيهم فارق التحدي يعني للطفل. كمان لو لقى الدعم الكفاية من الأم والأب بينشأ شخصية يعني متشبعة عاطفيا، فبيقدر ان هو يقاوم بقية الحياة. طبعا مش بتبقى المقاومة دي وبس، لا ده كمان في تحديات بعد كده في مرحلة الطفولة عموما، بس هي بتبتدي من المرحلة دي. نلاحظ ان من ساعة الميلاد لحد سن ممكن سنة وسنة ونص او سنتين الطفل بيكون
متمركز حول تلبية احتياجاته. زي ما احنا قلنا في الأول مفاهيم عامة كده، إن احنا نقول يعني إيه تلبية احتياجات. هو عنده احتياجات أساسية اللي هي الإيه، الأكل والشرب والنوم والإخراج والعاطفة كمان. الحاجات دي لو لم تلبى هو بيظل يستدعيها أو يطلبها. ويمكن أعظم شخص بيعافر علشان تلبى احتياجاته هو الطفل، أكتر من الكبير كمان. الكبير إحنا بنتقيد شوية بالنواحي الاجتماعية، فبنحاول إن إحنا يعني نتغاضى أو نصرف نظر أو ننتظر تلبية الحاجة دي. فالطفل أحسن شخصية من عمر الإنسان، بتفضل ورا الحاجة دي إلى أن تلبى. علشان كده بيقول لك شخصية الطفل هنا بتبان، بس ما بنقدرش نعتمد عليها في بقية العمر. ليه؟ لأنها يعني بتحاول إن هي تطلب الحاجة أو تطلب إشباع الحاجة بتاعها ده بشكل ملح وبشكل ما فيهوش قيم، بعيد عن القيم والعادات بتاعتنا. طبعا إحنا عشان متعودين على الصراخ والحاجات اللي زي دي، فإحنا بنسمي هو ده الطريقة اللي هو يعني بيطلب فيها الحاجة أو تلبية الحاجة بتاعته. لو لم تلبى فهو شخص لا زال يستدعي هذه الحاجات. لما بيجي ما بنقدرش مثلا لبينا له احتياج الأكل، ولبينا له احتياج النوم، لبينا له احتياج الإخراج، لكن هو لم يلبى له احتياج العاطفة، ففي الحالة دي الطفل بيدن ورا إشباع الحاجة دي إلى أن تشبع. طب هل ده له معنى؟ آه له معنى كبير، إن هو طالما وقف عند الحاجة دي ولم يعني تلبى له، فهو بقية الحاجات اللي المفروض إن هو يعملها في مرحلة الطفولة زي الحبو زي الجري زي الحاجات اللي زي دي ما بيقدرش يتخطاها، لأن هو بيقف عند دي وبيبقى عايز لازم هي تلبى. فعلشان كده احنا بنطلب من الأم والأب، والأم بالذات طبعا لأن هو بيبقى في حضن أمه لفترات طويلة جدا، فترة العامين الأولانيين بالذات، إن هي تلبي له الحاجات قدر الإمكان علشان هو ينتقل من بعد الحاجات دي إلى الحاجات التانية. الحاجات التانية زي إيه؟ زي اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة، تمام كده؟ طيب هنتكلم عن اللي هي في سن سنة وسنتين. إيه اللي بيمر بيه الطفل في سن السنة والسنتين ده؟ هو إحنا بنشوفه ظاهريًا هو على قد الحبو والمشي ومحاولات إن هو يمسك الحاجة وحاجات من دي، لأ ده في حاجات تانية بتحصل جوه جسمه عايزين نعرفها علشان نقدر نحس بيه من جوه، هو يعني ايه اللي بيحصل جواه. فبيقول لك مرحلة النمو الحركية دي، يعني هي سموا مرحلة الطفولة هي نمو حركي عالي، دايما بيسعى الطفل الى انه يلبي حالة الحركة قدر الامكان. الطفولة عموما اللي هي من سن سنة الى 12 سنة، او من سن سنة الى 6 سنوات. ففي سن سنة وسنتين بيكون النمو عنده سريع جدا، بحيث ان احنا مثلا لو شفناه النهارده وجينا بعد مثلا 4 شهور شفناه هنلاقيه كبر بشكل ملحوظ، بينما الطفل اللي اكبر منه بنلاقيه لما بنمر عليه 4 شهور ممكن ما نلاحظش قوي فتره النمو بتاعته. وعلشان كده الفترات من سنه لسنتين ومن سنتين ل4 سنين وهكذا بنسميها قفزات او وثبات في نمو الطفل، وثبات او قفزات في نمو الطفل. وعلشان كده يعني لا نستاء من ذلك، يعني ما نحسش ان الطفل ده في حاجه غريبه او مش منطقيه او كده، علشان الاستياء ده بشكل مستمر. لما بيلاقي طفل الاستياء ده من الوالدين هو بيحس بغرابه، طب يعني انا اعمل ايه، يعني هو مش عارف هو المشكله عنده ايه بالظبط. فطبعا ده بيأثر على النواحي الاجتماعيه عنده وحاجات كتير، مشاكل كتير. تمام. الطفل لما بيولد او يعني اول ما بيتولد بيتولد بانسجه اسفنجيه في العظام، يعني اللي هي يعني الهيكل العظمي بتاعه ما بيبقاش عظام، بيبقى اسفنجي اول ما بيتولد. علشان كده بيبقى طري قوي ولبن قوي، بنحذر قوي في شيله وحطه وحركته. لكن هو في خلال السنه الاولى والسنه الثانيه بيتحول، بيبتدي الانسجه دي تتحول من انسجه اسفنجيه الى انسجه عظميه. إذا هنا في مقاومة أو في حالة تحول من النواحي الاسفنجية أو الشكل الاسفنجي إلى الشكل العظمي. عشان كده هو محتاج التغذية الكفاية، محتاج الدعم العاطفي الكافي، لازم تلبى الحاجات دي لهم من وقت للتاني. بيكون كمان في بيقولوا في الشهر الرابع
في الشهر الرابع او في الشهر السادس بتبتدي تكون اول سنه، واول سنه دي طبعا بعد ما تكون شويه عظام جواه، اول سنه دي برضو بتلاقي مشاكل كتير، وهو يعني بيحس بألم شديد وبيبكي. ربما ان هو اثناء تحول العظام من الحاله السنجيه الى الحاله العظميه هو بيحس بألم برضو، فعلشان كده احيانا هو يبكي بدون داعي، يعني احنا لبينا له كل الطلبات لكنه لا زال يبكي. كتير بيقولوا ان احنا سيب الطفل ما تشيليهوش ما تعمليهوش حاجات من دي، ده بيعيط دلع حاجات من دي، احيانا بيبقى دلع، لكن كتير بيبقى احتياج للدعم، لان في حاجات جوه جسمه بتحصل تغيرات هو مش قادر عليها فبيحتاج دعم نفسي. الانطوائية بتبتدي من مرحلة الطفولة لكن مش المرحلة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي سنة وسنتين، بتبتدي هنلاقيها دلوقتي، يعني هتقابلنا دلوقتي امتى بتبتدي بالظبط الانطوائية، او ايه اسباب الحاجات اللي بتوفر بيئة الانطواء عند الطفل. هي في مرحلة الطفولة لكنها في المرحلة المتقدمة من الطفولة مش في أوائل الطفولة، لأن في الطفولة المبكرة اللي احنا بنتكلم عنها أو اللي هي سنة وسنتين الطفل بيلبي الحاجات الأساسية اللي هي زي الأكل والشرب والنوم والحركة، لكن لا ينتبه للحاجات الاجتماعية قوي. هو الحاجات الاجتماعية اللي بينتبه لها هو الجذب الاجتماعي اللي هو الحب والتقدير من الآخرين، مش التقدير تقدير لحاجة معينة، لا اللي هو الاهتمام يعني، تمام كده. فهو لا يتجه لبقية الحاجات الاجتماعية، وممكن ما يكونش قادر يفرق مثلا ما بين الأب والأم كده كأب أو دي أم، إلا دي مثلا كونها أمه اللي هي بياخد منها الأكل حاجات من دي بتلبي له احتياجات معينة وما إلى ذلك، لكن ما يقدرش يفرق بين الحاجات الاجتماعية التانية. يعني مثلا في مرحلة من مراحل الطفولة سن ال5 سنين وال6 سنين بيحصل غيرة، الغيرة دي هو كده وصل إلى إنه قدر يفرق ما بين إن ده أب ودي أم مثلا أو دول إخوات أو حاجات من دي. فخلينا في مرحلة اللي هو في سن سنة وسنتين في النمو، عنده النمو الجسماني من ضمن النمو وده المهم جدا، الصراخ، صراخ الطفل احنا دايما بنزهق منه. هنشوف موضوع سمعي وبصري، بس خلينا نشوف موضوع الصراخ ده. في الشهور الأولى بيكون الصراخ هو الشيء الكبير جدا عند الطفل، لكن الأهم من الصراخ اللي هو له تعبيرات كتير، وأنا زمان كنت شفت فيلم أجنبي كان بيناقش موضوع صراخ الطفل إنه له 5 أنواع، ففي كل نوع الطفل كل نوع صراخ الطفل له طلب معين، لكن فوق الصراخ والأهم من الصراخ هو المناغاة، لأن المناغاة هي الدليل على إن الطفل هيبقى سليم في جزئية الكلام، لأنه لو في مناغاة يبقى ده هيتكلم. مفيش مناغاة يبقى هنا في مشكلة في الكلام، سواء في الأحبال الصوتية أو في الصمت الطفولي أو مشاكل احنا يعني مش موضوعنا النهاردة، لكن المناغاة هي علامة من العلامات الصحية عند الطفل. بيقولوا كمان إن بيزداد معدل الصراخ عند الأطفال الأكثر ذكاء، يعني لما بيكون الأطفال صراخهم كتير جدا بيبقى ده دلالة على الذكاء. دي طبعا اتعمل لها تجارب كتير ممكن ماشي نبقى نناقشها في وقت تاني، لكن كمان بيقولوا ان كل ما يعني قدرنا نلبي حاجات الطفل كل ما الصراخ بقى اقل، فعلشان كده الام مثلا تقول لك ما انا عملت له كل حاجة، عملت له كل حاجة زي ايه، 1 2 3، لا احنا قلنا في 5 انواع من الصراخ، لو قدرتي تلبي له ال5 حاجات دول ساعتها هو ممكن يعني ما يعيطش معاكي او ما يبكيش معاكي او ما يصرخش. وفي صراخ هستيري، يعني في صراخ بشكل مستمر ان ممكن تكون قدرنا نوفي له كل طلباته الا طلب واحد، وهو مثلا الاهتمام، والاهتمام شيء مش ملموس، مش جبنا له حاجه يلعب بيها، لا احنا الاهتمام ده محتاج ان احنا دعم نفسي ودعم اجتماعي ان احنا نبقى جنبه. كمان الطفل في المرحلة دي بيسعى كتير للحركة وبيسعى كتير للاكتشاف، وعلشان كده هي تعتبر مرحلة مهمة جدا جدا في بناء الحركة عند الطفل. يعني مثلا زي ما بتتكون العظام احنا قلنا بتتحول من الشكل الاسفنجي إلى الشكل العظمي، فهو كمان أول ما بيبتدي تتكون العظام بشكل قادر إن هو يتحرك بيه بيبتدي هو نفسه يشتد عوده. يعني مثلا تبتدي حركة اللي هي الإيماءات في جسمه، رجله او ايديه لما بيضحك بيبتدي يحرك حاجات منه،
كمان كل ما بيكبر بيبتدي يعتمد اكثر على الجهاز اللي هو العظمي، في مثلا في الجلوس. تمام، اوكي، شكرا استاذ مجدي، جميل جدا. في حاجه مثلا زي الجلوس، زي الحبو، زي الزحف، زي المشي بالسند، وبعد كده يبتدي يمشي من غير سند. فهي بتعتبر مرحلة لها العبء الكبير على، أو ليها الثقل الكبير على المشي والحركة. تمام كده؟ لو قدر الطفل يتخطى المرحلة دي بشكل جيد في مرحلة في المشي والحركة، هيبتدي يكمل بعد كده المراحل اللي جاية في الحركة والجري والوثب والقفزات والحجل والحاجات اللي زي دي بشكل سليم. لو ما قدرش في المرحلة دي فبيبقى عنده مشكلات كتير، بنقدر نعرف هل هي مشكلة في العظام نفسها أو في النواحي النفسية، اللي هو ما عندوش رغبة أصلا المشي والجري والحاجات اللي زي دي، بس ما عندوش رغبة دي فهي لا فهي مشكلة. تمام، لكن الطبيعي عند الطفل إنه بيبقى مولود عنده الرغبة في تحدي الحياة وفي إنه يكمل متطلبات حياته. تمام كده؟ في حد عنده أي تساؤل يا شباب؟ ألو، في حد عنده أي تساؤل؟ تمام، الأمور واضحة بشكل يعني مش واضحة. أستاذ أحمد بيقول لا مش واضح. حاجة بنلاقيها في المرحلة دي وهي بتهم ناس كتير هي النمو العقلي. بيقول على أسئلة. تمام، أوكي. النمو العقلي عند الطفل في المرحلة دي بيكون مبني على الاستكشاف، والاستكشاف هي لها تأثير الأكبر أستاذ مجدي، هي لها تأثير الأكبر في المرحلة دي. فالنمو العقلي معتمد أساسا على الاستكشاف، والاستكشاف بيكون حسي اللي هي مرحلة الرضاعة يعني. لها تأثير بس مش التأثير الكبير، التأثير في المرحلة اللي بعديها. فالاستكشاف الحسي عند الطفل تمام، اوكي، مفيش مشكلة. معانا 2 أستاذ مجدي، جميل. بيجي الطفل في مرحلة الاستكشاف ده على أساس ما هو بيستكشف بيبتدي يقدر أو يحتفظ بالحاجة في عقله. يعني مثلا بيستكشف الحاجة في إيديه وبصره، طبعا البصر في بداية من بعد الولادة بيبقى لسه بسيط، شوية شوية بينمو ويبتدي يقوى، يعني تقوى العضلات اللي هي بتاعة البصر أو الأعصاب يعني. لكن من ناحية الاستكشاف فهو بيؤكدها، يعني مثلا ممكن تكون عينه من بعد الشهر الثالث ابتدت تشوف بشكل سليم، لكن احتفظت بصورة الشيء. لكن لما بيكبر شوية في سن ال5 شهور و6 شهور والسنة، لما يبتدي يلمس الحاجة بإيديه ويستكشفها بإيديه بيبتدي يحتفظ بالصورة بشكل أكبر. هنا في المرحلة دي بنلاقي فيه تذوق موسيقي عند الطفل، والتذوق الموسيقي ده يعني بيظهر لكنه بيبقى مبني اصلا على الحكايات اللي ممكن تكون مامته حكتها له، او الاغاني اللي مامته غنتها له اثناء ما هو كان لسه جنين. كان في تجربة عملتها طبيبة مصرية، عملتها على بنتها، كانت عايزة تستكشف شيء، وهي كانت اول حد يكتشف ده. ان هي كانت عارفة ان في تأثير على الموسيقى، تأثير الموسيقى يعني على الطفل، ان هو بعد ما بيتولد لما بيسمع تاني الموسيقى اللي هو كان بيسمعها اثناء ما هو لسه جنين، سواء من امه او من تكرار سماعها من البيئة الخارجية، بتأثر قوي لما بيكبر ويبتدي يسمعها تاني، بيبان الفرق ان هو بينتبه لها ويبتدي يتشد ليها. فهي عملت تجربة جميلة قوي، ان هي طلبت من بنتها انها من بنتها بس انها تقرا له قرآن عدد صور مثلا معينة. تمام كده،
بعد الولادة وبعد ما كبر الطفل شوية كانت لسه بتكرر له عدد الصور دي وبصوت أمه بالذات. لما كبر الطفل ده عند 6 سنين وصل إلى إنه حفظ القرآن كله. فهي كانت استضافوها في برنامج يعني في التلفزيون، وكانت بتقول إن ده يا ريت أبنائنا يهتموا بالنقطة دي. ما تعتقدش الأم إن الطفل هنا مش فاهم أو مش سامع، لا هو سامع كويس قوي وفاهم كويس جدا، ويقدر كمان يتفاعل مع البيئة الخارجية. بس احنا النهاردة عشان كلامنا ما بعد الولادة أو من لحظة الميلاد، فطبعا ما اتكلمناش عن مرحلة الجنين، دي مش موضوعنا يعني، أو ما اقدرش اتناولها لأن فيها نواحي طبية أنا ما يعني خبرتي فيها ضعيفة. إلا أن دي حاجة مهمة جدا ممكن وبسيطة تقدر تستعين بيها الأم، هي مش محتاجة لأي إمكانيات غير أن بصوتها يا إما تغني له يا إما تكلمه يا إما تقرأ له قرآن. لما بعد كده هينزل الحياة هينزل أصلا عنده حصيلة سمع كويسة، هو سامع وهو بيشوف درجة ضوء معينة. أنا عندي بعض المعلومات لكن هي طبعا مش مؤكدة عندي فما أقدرش أقولها كلها، لكن أنا بقول لكم المؤكد هو موضوع السمع ده. تمام. الطفل في حاجة لذيذة قوي في السن ده، إن هو بيحاول يروح للأشياء علشان يمسكها ويلقطها. في سن سنة وفي سن قبل السنة اللي هو كان شهر الأولى، اللي هو من ساعة ما بيبتدي يحبي أو يزحف، بيحب يروح للأشياء يمسكها. فممكن إن هو لو حاجة عايز يمسكها وبعيد قوي ممكن يركب فوق الحاجة دي علشان يروح يجيبها. لكن حب استطلاع وفضول بالظبط، هو استكشاف وهي تلبية حاجة، والحاجة دي إن هو عايز يعرف يتعرف على البيئة اللي حواليه. لكن الطفل في السن بعد سنة بيبتدي يفكر شوية، يعني يكون عنده إدراك شوية إلى إنه الحاجة دي ممكن بدل ما يطلع الحاجة دي بصعوبة، لا ده ممكن يلف حواليها. فساعتها الدوران حوالين الشيء دي علشان يحصل على الحاجة اللي هو عايزها، ده له دلالة كبيرة جدا على إن هو تحول من مرحلة عمرية اللي هي سن سنة إلى السنة الثانية، إن العقل هنا قادر إنه يتخطى او يطلع سلالم يعني في الادراك. ان هو في الاول ما كانش مدرك ان الحاجه دي ممكن يلف ببساطه، وزياده الادراك بالظبط ان هو يختصر المسافه او يختصر المجهود، لا ده في سن سنتين بيقدر ان هو يدرك ان الحاجه دي ممكن يختصر المسافه او المجهود فيها ويقدر يجيبها بشكل اسرع واسهل. فهنا النمو العقلي مهم جدا جدا عند الطفل، ان احنا نلاحظه ونساعده في النمو العقلي ده كمان. الطفل في السن ده مفهوم الذات عنده عالي جدا، وعالي جدا بشكل يعني بشكل ملحوظ، ان هو لازم تلبى ليه كل شيء. فعشان كده الذات عنده عالية جدا. يعني ايه الذات عنده عالية؟ يعني نظرته لنفسه، هو مش شايف في الدنيا دي كلها غير نفسه. هو ممكن يبكي ازاي يعني يا استاذ احمد؟ طيب نكمل كلامنا. الوصول ممكن هو في البداية بيبكي، هو في البداية هو صغير بيبكي، لكن بعد كده لما بيحس بنفسه انه قادر يعمل الحاجة هو بيبتدي يوصل لها من غير ما يبكي. بيوصل لسن كمان 3 و4 سنين بيبتدي يبكي لو حد جاب له الحاجة، بيعاند لان هو عايز يوصل لها بنفسه، عايز يثبت لذاته ان هو قادر. فخلينا بس في السن سنتين ده ان هو في حاجة بتبقى احيانا مستفزة جدا للامهات لكنها مفيدة جدا جدا للطفل، ان هو بيكرر، يعني احنا بنسميها كده علميا تكرار الاستجابات. يعني ايه؟ يعني مثلا الطفل مسك كورة وبيحدفها في الحيطة مثلا وبترجع له تاني، ممكن يفضل يعمل الموضوع ده لمدة ساعة. اوكي لو الكورة ملهاش صوت خلاص مفيش مشكلة، محدش بيشتكي، لكن لو الكورة هو بيحدفها على حاجة مثلا بتتكسر، او ماسك حاجه لها صوت وبيحدفها وبتعمل صوت مزعج للي حواليه. فبعض الناس بيطلبوا يعني من الطفل او بيزعقوا له يقولوا له لا كفايه الصوت حاجات من دي. لا ده تكرار الاستجابات دي هو محتاج لها في ايه؟ في ان هو بيسمع الصوت اللي هو بيكرر عمله.
يعني مثلا حدث حاجة وخوضت عملت صوت رنة معينة ورجعت له تاني. الرنة دي هو بيبقى عايز يكررها عشان يحتفظ بيها بنفس الصوت ده في أذنه. ده دلالة على إيه؟ يعني ده ممكن يساعدنا كمان إن إحنا نستنتج إيه منها؟ إحنا إن الطفل كل ما قدر يعمل تكرار لاستجابات أعلى، كل ما كان قادر يحتفظ بالصوت ده ويسجله في الذاكرة عنده. ده ممكن ينبهنا لإيه؟ هنفكر شوية يا جماعة، ممكن يوصلنا لإيه؟ تمام، زيادة النمو الحسي عنده، تمام، السمع عنده بيتحسن. حاجة كمان، طيب أنا ممكن التواصل الاجتماعي، هو يعني هي ملهاش علاقة قوي بالتواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي بيبقى مع حاجات متحركة مش مع بشر، يعني أو مع حاجات متحركة يعني مثلا زي حيوانات أو كده، مش مع جماد. الإحساس بمن حوله، تمام، إحساس بمن حوله وما حوله، زيادة الوعي، جميل جدا، فعلا بيزداد وعيه بالأشياء، كل ما سجل أكتر كل ما زاد وعيه أكتر. طب أنا عايزة، طب أسهل السؤال شوية، بس إحنا لسه ما جاوبناش عليه يعني، بس أسهل السؤال شوية. انتباه للأصوات، بالظبط كده، هيفضل يكرر في نفس الصوت ممكن لمدة ساعة، بيفضل يكرر في نفس الصوت، وممكن يقعد مثلا يومين ثلاثة ما يعملش نفس التصرف ده، بعد 4 أيام يمسك نفس الحاجة ويكرر نفس الصوت ولمدة ساعة، مدة ساعتين، ممكن اليوم كامل، طبعا بشكل مش متواصل لأن بيبقى عنده اهتمامات تانية زي الجري والتنطيط واكتشاف حاجة تانية، ويرجع لنفس الصوت عشان يكرره ويحتفظ بيه. طب أسهلها عليكم شوية، لو حبسنا طفل في منزل يعني وما خرجناهوش كتير، تمام، هي نفس الحاجات اللي هو بيلمسها وبيمسكها ويكرر الصوت بتاعها وحفظ الصوت، تمام كده، هو كده كده بيتجه الى انه يدور على حاجه تانية في نفس البيت ده علشان يبتدي يحفظ الصوت بتاعه. بس لو احنا حبسناه لمده السنه او سنتين، طبعا مش حبسناه، ما صوتش حبسناه، بس هو يعني ما خرجش كتير من الحياه بره عموما، سواء فيها ناس او ما فيهاش ناس، هل ده هيزود الحصيلة عنده السمعية؟ هيزود الحصيلة السمعية عنده بقلة الخروج؟ تمام، يعني هو كده الطفل لما بيكون موجود في البيت ممكن يكتشف الأشياء في البيت، لكنه بيحتاج برضه للعالم الخارجي ان هو يكتشف الاصوات بره، ان هو حتى لو طلع البلكونه يسمع صوت العصفوره، مع تكرار صوت العصفوره ومع تكرار صوت اي حاجه بره هو بيبتدي يحفظ الصوت ده في ودنه. تمام، ربط العلاقات هنا ما بتبقاش مهمة قوي، يعني هو هنا ما يقصدش ربط العلاقات ما بين ان هو لما بيرمي، هو التركيز الاكتر على الصوت اللي بيسمعه. ربط العلاقات ده في المرحلة اللي بعد كده اللي هي سن 2 و3 و4 و5، ربط العلاقات ويشوف الحاجة بنفسه، بالظبط، هو يبقى عايز يشوفها ببصره، تمام، ويعني يسجلها كصورة، مش لازم يربط بين الشيئين، يعني ممكن لو واحد جنبه قاعد وعمل نفس الصوت هو برضه مستمتع بأن هو بيعمل نفس الصوت ده علشان بيسجله كصوت في الذاكرة، بالظبط، بداية الإدراك بالمؤثرات المحيطة. وعلشان كده الطفل حتى مهما كان صغير يقول لك ده لسه صغير، لسه مش فاهم حاجة، لسه مش شايف حاجة، لسه ما يعرفش حاجة، لا هو عارف كل حاجة، او هو مش عارف كإدراك، لا هو عايز، يعني هو عارف ايه اللي بيحصل او بيركز في اللي بيحصل حواليه وبيحتفظ بيه، ومحتاج دايما زيادة حصيلة الاشياء اللي حواليه في المجتمع. طيب دي ممكن كده بشكل عام نخرج منها بالنظرية اللي بتقول ان الانسان لو يعني اتعرض لبيئة معينة فهو بينشأ من البيئة دي محتفظ بنفس ذكريات البيئة دي، لو تعددت البيئات هو شخص عنده معارف اكتر وادراكات اكتر. فعلشان كده الانسان حتى لو خرج بره البيت، او الطفل حتى لو خرج بره البيت لو ما تعرفش على مجتمعات مختلفة
وقدر يشوف الحاجات الجديدة دي وقدر يحتفظ بالجديد ده في الذاكرة عنده مع التكرار، بيبقى هو منغلق. يعني ممكن يكون اجتماعي في بيئته فقط، لكن مش اجتماعي في باقي البيئات التانية. ما احنا في الحياة عندنا البيئات مختلفة، مثلا هنقول البيئة الفقيرة، البيئة الغنية، البيئة يعني تعدد البيئات. هو إن ما كانش يتعرض لمعظم البيئات دي عشان حتى يشوفها ويدرك الأصوات فيها ويدرك الألفاظ فيها، هيبتدي يكون مقتصر على بيئة واحدة، وهي دي اللي يعرفها وهي دي اللي يقدر يتعامل معاها، ما يقدرش يتعامل مع أكتر من كده. فعلشان كده الطفل مهما كان صغير ومهما كان ما بيتكلمش، لا هو مدرك جدا جدا وبيشوف وبيحتفظ وبيتفاعل مع البيئة اللي حواليه. تمام كده شباب؟ في حد عنده أي تفاؤل؟ احنا معلش يعني كنا عايزين نشوف الجزء ده، لان في مرحلة الجنين هو بيمر ب3 مراحل، مرحلة النطفة والمضغة والخلق، وادي شكل المراحل اللي هو بيمر بيها لحد ما يكبر في بطن امه، بعد كده بيتولد، ميلاد اللي احنا واقفين فيها. هو في مقاييس خاصة، بس هي ما اسمهاش مقاييس، يعني مقاييس النمو، هي اسمها متطلبات النمو. متطلبات النمو يعني ايه؟ يعني كل مرحلة بيبقى قدامها، يعني مثلا زي ما احنا كاتبين دلوقتي مرحلة الطفولة، احنا عندنا طور الوليد وطور الرضاعة، ودي طور الوليد اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو سن من الميلاد حتى سن سنة، وطور الرضاعة اللي هو بياخد من بعد الشهر الأولاني إلى سن سنتين، ده كده طور الرضاعة. في طور الحضانة اللي هي الطفولة غير المميزة، وهي بيسموها طور الاستئذان، وفي طور التمييز اللي احنا برضه هنتناوله النهاردة إن شاء الله. تمام كده؟ هو سبحان الله طبعا يعني المراحل دي رائعة، وبالأخص إن في بعض أفلام الفيديو بتتناولها بشكل متعمق أكتر من كده. نتنقل على المرحلة اللي بعديها شباب، اللي احنا قلنا فيها هو كان المفروض ان احنا نشوف فيلم فيديو النهاردة معانا، بس الوقت طبعا احنا قلنا ما بعد الميلاد سن الاسبوعين الاولانيين، وتناولنا سن السنتين، وقلنا في مرحلة الرضاعة. المرحلة دي هو بيزحف فيها، بتبقى مرحلة مهمة جدا من الناحية العظمية يا شباب. هي زي ما احنا شايفين في الهيكل العظمي المرسوم ده، هم قاصدين يرسموا او يصوروا طفل ماشي، طبعا هم جايبين منظر المطبخ لان بيبقى فيه معظم الاطفال او معظم الاوقات للطفل مع امه في المطبخ بيزحف حواليها، فعشان كده مدين الصورة دي. احنا قلنا ان النمو الجسمي الحركي متميز جدا جدا في المرحلة دي، بس لو لاحظنا الجمجمة من فوق بيبقى فيها زي فتحة، شايفين الفتحة اللي فوق؟ في فتحة في الجمجمة من فوق، شايفين الفتحة من فوق؟ بيبقى لازال جمجمة يعني، أو العظام المخ يعني، أو مش راحت مننا فين، الجمجمة بتبقى لسه ما لم تكتمل نموها، علشان كده بتبقى مفتوحة من فوق. فعشان كده يقول لك خطر جدا جدا إن الطفل يقع على راسه. ليه؟ بيسموها اليافوخ، الشكل ده بيسموه اليافوه. أستاذ مهد، بيبقى خطر جدا على الطفل ان هو يقع. ليه؟ لان الجزء ده بيبقى مفتوح وبيبقى عرضة المخ ان هو في الخبطات دي انه يتعرض لأي خبطة ممكن توصل للمخ، ومنها يتعرض المخ للمشكلة، يعمل له مثلا اعاقات ذهنية، اعاقات عقلية، او حسب الخبطة دي او الضربة دي ما جت في اي عصب، عصب حسي، بصري، سمعي، اي حاجة.
فهنا هو عرضة لمشكلات جسمانية ممكن عقلية يعني ما تكونش واضحة، كله بيكون غضاريف. تمام، فعلشان كده المرحلة دي مهمة قوي قوي ان الطفل يحافظ عليه. فاكرين لما قلنا في اول المحاضرة ان طفل الانسان غير اي طفل عند الحيوانات الاخرى او الكائنات الحية الاخرى، ان هو بيبقى محتاج العناية سنين طويلة غير بقية الحيوانات. دي من ضمن اهم الاشياء، لان الانسان مفكر، لكن الحيوان حتى لو لم يفكر، حتى لو تعرض لاخطاء او خبطات، فبيبقى اصلا حدود الحركه وحدود الوظائف العقليه عنده قليله جدا عن الانسان. الانسان بيفكر وبيحلل وبيجمع وبيعمل معالجات وحاجات من دي، تمام كده. هو طبعا الحيوان له الحاجات دي، بيعمل الحاجات دي بس بشكل بدائي جدا 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 عن الانسان. تمام شباب، احنا قلنا النمو الحسي، اتكلمنا عنه والكلام العقلي. المناغاة احنا قلنا اهم حاجة في المرحلة دي هي الدلالة على نمو الكلام، دلالة مهمة جدا. كنا بنسأل، فاكرين لما اتكلمنا عن الطفل اللي بيحاول يوصل للأشياء او لشيء عالي، انت عمرك شفت طفل حاول يوصل لشيء؟ تمام. طب هو احكي لنا بس ايه اللي حصل استاذ احمد؟ طب احنا شفنا الفيديو اللي كان شغال من شوية، اللي هو بتاع الاطفال، اللي كان اللي هو فيلم الضاحك عن شوية مواقف اطفال شفناه. طب ممكن نعرضه بعد اذنكم؟ شفناه كله. في بعض من الأطفال دول كانوا بيحاولوا يوصلوا الأشياء إلى إنه كان بي طب ممكن بس نشوفه، ولو حتى لحد نصه كده، عايزين نقول فيه حاجة كده صغيرة وننقل على الجزء اللي بعده. فعلا هم دايما عندهم رغبة إلى أنهم يوصلوا للأشياء اللي هم مش واصلين لها. بيبقى هو حافظ الحاجات خلاص اللي هو واصل لها، فبيبقى عايز جديد، دايما هو محتاج جديد علشان يستكشفه ويتفرج عليه. تمام، ممكن الدعم بس نتفرج على الفيديو بتاع الأطفال قبل ما ننقل على المرحلة بس اللي بعديها. تمام، على ما يظبطوا بس الفيديو نشوف المرحلة اللي بعديها، اللي هي مرحلة الحضانة من سن 3 إلى 5 سنوات، زي ما احنا أو زي ما الأستاذ أحمد خليل بيقول لنا، هو بيحاول دايما يوصل للأشياء اللي أعلى منه، وبيتحول من الحبو وإنه هو يقف إلى إنه يمشي ويجري. عشان كده النمو الجسماني برضه لازال هو يعني ماشي معاه، إن هو مميز جدا جدا معاه، إن هو دائب الحركة ودائب الوصول للأشياء، أو دائم الوصول للأشياء. تمام، بس هنا في المرحلة دي بتبان الفروق الفردية عند الطفل أو عند الأطفال، وعشان كده بنقول في المرحلة دي بالذات، جايز في المرحلة اللي قبل كده اللي هي من الميلاد لحد 2 سنين، الأطفال بيتشابهوا كتير مع بعض، لكن هنا بيبقى فيه فروق فردية واضحة. هنا بقى بنقول إن الطفل ممكن ده ما يشبهش أخوه، أو ما يشبهش جاره، أو ما يشبهش ابن خالته او ابن عمته. لازم نهتم ان الطفل بشكل عام لهم خصائص، بس بتبان الفروق دي ما بينهم وبين بعضهم، وعمرنا ما نحسس الطفل بان هو في المرحله دي كان لازم يعمل كذا زي فلان. صعب جدا المرحله دي عليه، لان هو نظرته لذاته المفروض ان هي بتبتدي تكبر وتعلى. قبل كده كانت نظرته لذاته ان هو بيلبي الحاجات،
لا، المرحلة دي هو بيبتدي ينظر لذاته على إن هو حد كويس وبيعرف وبيعرف يعمل، عشان كده ممكن يشد منك الحاجة ويقول لك لا أنا أعملها، لا أنا بعرف أعملها. تمام. في دايما إحنا قلنا قبل كده في يعني في الأول خالص في المحاضرة قلنا موضوع الموائمة والمماثلة، فاكرينها؟ في المرحلة دي بقى بتبان حتة المماثلة، بس مش المواءمة. ازاي المماثلة؟ يعني مثلا لو قلت له ده عصفور، لو جيت مثلا على فرخة أو بطة أو أي حاجة ماشية هيقول لك ده عصفور. أنت مهما تقول له، يعني تقعد بالساعات تحكي له وتقول له إن ده بطة أو فرخة وتقنعه، لا هو ممكن يكرر وراك، لكن هو جواه مقتنع إن دي عصفورة. ليه هو مقتنع؟ هو بيصنف الأشياء كلها كل ما يشبه بعضه فهو الحاجة دي. يعني مثلا كل حاجة بأربع رجول فهي كرسي، ده لو اتعلمها أول مرة إنها كرسي. لو اتعلمها اول مره انها ترابيزه مثلا او منضده فهو خلاص ماشي معايا، كل حاجه باربع رجول فهي منضده او ترابيزه. فعلشان كده ما نقساش قوي على الطفل في انه نقول له لا انت ما بتفهمش، دي ده كرسي مش ترابيزه. لا، ما لا نقصه عليه في المرحله دي، لان هو بيصنف الاشياء حسب ما هي شبه بعضها بالشكل العام. هنا في بتبتدي تبان الاسنان اللبنيه عند الطفل وتبتدي يزيد عددها، وناس كتير قوي يقول لك كده كده هي هتقع عند سن 6 أو 7 سنين، تمام، او اخر سن 5 سنوات تبتدي تقع عند 6 سنين تقريبا، فخلاص ما فيش مشكله. لا، بيقول لك طبيا لازم يهتموا بالسنان اللبنيه، لان هي يعني هي الاساس للاسنان، فعلشان كده لازم يكون فيه اهتمام ومحافظه على ان هي يتم تنظيفها يعني بشكل مستمر. ناس كتير مش مستصيغة دي، مش مستصيغة الفكرة دي، وبتستغرب لما بنقول إن الطفل يبتدي يستخدم فرشة الأسنان، بس مش بمعجون، يكون قاسي، يكون بسيط شوية، لكنه لازم يبتدي ينظف أسنانه ولو حتى أنا مش عارفة ممكن يستخدم السواك ولا لأ، بس تنظيف الأسنان مهم جدا في المرحلة دي، لأن الأسنان اللبنية هي لما بتتعرض لمساوئ بتفضل جوه الأسنان، السن نفسها تقع لكن ما تحت الأسنان لازال فيه مشاكل، فهو ده اللي بيولد عنده مشاكل لما بيكبر. بيزداد وزن الطفل في السن ده فبتزيد الدهون عنده كتير، لكنه مع الحركة الكتير، يا طبعا الدهون كانت عنده كتير في المرحلة اللي قبلها اللي هي سن سنتين فما قبلها، لكن في المرحلة دي بتزداد الدهون، لكن مع كتر الحركة والمشي والجري والتنطيط بيعوض ده بأنه بيفقد جزء من الدهون علشان الحركة، تمام؟ وأحيانا بيحصل له إن هو ما بيقدرش إن هو ياكل كتير حاجات من دي، لأنه بيبقى عنده عطش للحركة والقفز والجري والحاجات اللي زي دي أكتر من الأكل نفسه، أكتر من الحاجة دي، رغم إن المرحلة اللي قبليها كان مهتم جدا بإنه يلبي الحاجة دي بالذات، تمام؟ في حد عنده أي سؤال في المرحلة دي يا شباب؟ في حد عنده أي خبرة سيئة عن المرحلة دي؟ أحيانا في ناس تقول لك أنا عندي مثلا في تشوه في إيدي بسبب إن أنا وأنا صغيرة مثلا كهربت، زي ما أستاذة مروة بتقول لنا، علشان كده بنحتاج الاهتمام من الأهل كتير، وعلشان المرحلة دي بتعتمد على الجري والقفز ولمس الأشياء الغريبة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 في المرحلة دي، إن الطفل المرحلة دي هي بالظبط، علشان بالظبط بتبتدي من آخر المرحلة السابقة، يعني مثلا من سن من بعد سنة دي الأكثر تأثيرا. ليه الأكثر تأثيرا؟ لأن هي مثلا فيها التحكم في العضلات. التحكم في العضلات ده لو قدر الطفل يتحكم في عضلاته ويتحكم في نفسه بيكتسب ثقة بنفسه، فبيقدر يلبي لنفسه بعض الحاجات، طبعا مش تلبية اللي هي الحاجات الأساسية لأ، يعني مثلا يجيب لعبته لنفسه، لكن لو ما قدرش ان هو يتحكم في عضلاته بشكل جيد ما بيقدرش يجيب لعبته لنفسه، دايما بيحتاج للاخرين يجيبوا له الحاجه لحد عنده، فبتاثر على شخصيته بعد كده ان هو دايما بيبقى شخص اعتمادي.
حاجة مثلا تانية في عملية الإخراج، وعملية الإخراج دي مشكلة كبيرة جدا جدا عند الطفل. لو ما قدرش يتحكم في العضلات المختصة بذلك يعني في المرحلة دي، وفي مرحلة كمان 3 و4 و5 سنين، بتأثر على شخصيته بشكل سيء جدا جدا لما بيكبر، حتى لو قدر بعد كده يتحكم في عضلاته، لأن هو عدى أو تخطى المرحلة المناسبة لذلك. تمام. فهي هنقول من سن سنة تقريبا هو اللي بيبتدي التأثير الكبير على الشخصية في الإنسان. لحظة الميلاد لها تأثير، لو عدت بسلام خلاص بيبتدي التأثيرات اللي بعد كده هي اللي ممكن تظهر تأثيرات سلبية أو إيجابية. لو ما عدتش بسلام بتبتدي تاخد معاها نفس السلبيات دي في المراحل اللي بعد كده، اللي هي سن اللي هو أول أسبوعين بالذات، لكن المراحل اللي بعد كده 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 هو بيصرخ لحد ما يلبي الحاجة بتاعته. تمام كده. طيب هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، هي اللغة عند الطفل في المرحلة دي. الطفل ما بيتكلمش في السن ده، من سن 3 سنين إلى 5 سنين، لأنه يعني الطفل عنده قدرة على تقبل حوالي 50 كلمة. 50 كلمة يكون تقبلها وخزنها عنده وفهمها، لكن ممكن ما ينطقش بيها. وبعض الأطفال بتفضل فترة طويلة ما تتكلمش، لكن ممكن تكون أهالي كتير فاهمة أو خايفة إن طفلها عشان ما بيتكلمش إذا هو مش فاهم الكلام. لا، هو فاهم الكلام كويس، هو مخزن عنده الكلمة ومعناها، حوالي 50 كلمة الكلمة بمعناها، لكن ممكن يكون في رصيد كلماته حوالي من 2000 ل 3000 كلمة ككلمة بدون معنى، يعني بدون معنى معين، زي ما احنا قلنا كده تعميم الأشياء. انت هتقولي دي عصفورة ودي فرخة، اوكي انا، او دي دجاجة، اوكي انا موافق انها دجاجة، احتفظت باسمها عندي لكن ملهاش معنى معين عندي. تمام كده. لكن ممكن يحتفظ ب50 كلمة اللي هما الاساسيين، زي مثلا لو قدر ينطق او عايز ينطق ويقول عايز اكل او اكل من غير عايز، عشان مبيقدرش يكون جملة كاملة هنا في المرحلة دي. وطبعا مع تأخر يعني مع اواخر المرحلة بيبتدي يكون جملة كاملة، لكنه بيبقى فاهم ومدرك كويس جدا لمعنى الكلمة. عشان كده الأم أو الأب أو المحيطين يساعدوه كتير، ضرورة ضرورة إن هما يساعدوه كتير في إن هو يحتفظ بأكبر عدد من الكلمات، مش على قد 3 أو 4 كلمات معتادين، لا ده كمان يعني يكتروا له الرصيد اللغوي ويكون فاهمهم، يعني يقعدوا معاه يبتدوا مش يفهموه يناقشوه، لا يعني يوريه له مثلا بصورة بشكل بفعل بلمس ان هو يلمسها الحاجة دي علشان يبتدي يحتفظ بمعناها. تمام شباب. في حاجة لذيذة قوي بتحصل في السن ده عند الطفل، ان هو عنده حاجة غريبة قوي، انه يقول لك الف، يعني نظرية هي علمية، يقول لك الف بتساوي به، لكن به لا تساوي الف. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لي اخ اسمه مثلا احمد، او الطفل ده له اخ اسمه احمد. لما تيجي تسأله أحمد ده، ما تيجي تسأله أحمد أخوك، يعني أخويا، طب أنت أخوه؟ لا، أحمد ملوش أخوات. طب لا يعني هو أخوك صح؟ أخويا. طب أنت أخوه؟ يقول لك لا هو أحمد ملوش أخوات، يعني أنا أخو، يعني هو أخويا لكن أحمد ملوش أخوات تانيين، أحمد حاجة لوحده. فعشان كده برضه ما نضغطش على عقله قوي في ان هو لما يقول حاجه نقول له انت مش فاهم انت ما تفهمش، او ما نضغطش على عقله ان احنا نحاول نفهمها له بالعلاقات او بربط العلاقات، زي ما زميلنا كان بيقول في الاول ان هو بيربط العلاقات. لا، في المرحله دي ما فيش علاقات، هو بياخدها على علتها، حاجه زائد حاجه او حاجه دي بتساوي دي فقط، لكن الحاجه الثانيه مثلا الف تساوي ب، هو موافق ان الف تساوي ب، هو فهمها على كده. طب نيجي نعكسها نقول له ب تساوي ألف علشان هنا في نقلب العلاقات، لا ما بيقدرش يقلب العلاقات. عشان كده ما نضغطش عليه قوي في الكلام وفي الحوار او في انه احنا نقنعه او نفهمه حاجه معينه، لان هي دي قدراته في السن ده. لما بيطلع المرحله اللي بعديها بيبتدي يتحول بقى لانه يربط علاقاته لوحده، هو بيبتدي يقول وممكن يسأل كمان، طب احمد ده يبقى اخويا، طب انا اخوه، طب يبقى احمد ده مش لوحده، حاجات من دي. تمام. طيب في السن ده مهم جدا ان احنا نحافظ على ان الطفل يكون قريب جدا من اهله، وكمان يقدر يتفاعل مع اللي حواليه. يعني مثلا نقدمه للناس اللي جايه زيارات، نحاول ان احنا نخرجه لناس
عندهم اطفال علشان يبتدي يتفاعل مع الطفل ويتفاعل مع الكبار، وهو دايما في السن ده بيحب الاطفال اللي زيه، نفس سنه نفس مرحلته. تمام. المنع في المرحله دي بيسبب له مشكلات، هنا بقى بتبتدي النواحي الاجتماعيه تظهر في اواخر المرحله دي بالذات. المنع عن الاجتماعيات بيبتدي يأثر عليه بشكل كبير جدا لما بيكبر، بالاخص ان هو في المرحله دي بيبقى فيه شويه بكاء احيانا على حاجات ملهاش داعي، وصراخ على حاجات ملهاش داعي، علشان كده بيبقى الطفل يعني غير مقبول اجتماعيا شويه من الكبار. يعني مثلا هو يجي كبار يجي يسلموا عليه هو ما يرضاش، هو متقبلهم لكن هو اللي عنده رفض. اه بالظبط كده. لكنه لو ما حطينا لهوش التفاعل ده بشكل مستمر، هو بيقبل الاطفال اللي نفس السن كتير جدا قوي، يعني بيقبلهم نفس المرحله العمريه بيقبلهم جدا وبيحب يلعب معاهم، لكن بيحب يلعب معاهم بشكل فردي مش مجموعات. يعني ممكن يصاحب حد واحد، يعني ممكن يكون في 5 اطفال ممكن يصاحب واحد منهم او اثنين، ممكن يلعب مع واحد او اثنين منهم لكن ما يلعبش مع اكتر من كده. ده غير الانانيه الفظيعه اللي بتبقى في المرحله دي، اللي هو الاحتفاظ باللعبه والاهتمام بلعبه، وان مفيش حد ياخد لعبه دي. ممكن يعني يتنازل في واحد منهم اللي هو صاحبه ان هو يديله لعبه، لكن مش حد تاني حتى لو في 5 اطفال، ينزعج جدا لان هنا عنده حته الاحتفاظ بالاشياء بتاعته، اثبات الذات. لا هو مش اثبات الذات، هي قوه الذات. هو يعني الذات هنا بتطغى لان هو حد مهم جدا بالنسبه لنفسه، محدش يتعدى الحدود معاه. الاثبات الذات بتظهر، يعني كلمة إثبات الذات تظهر أكتر في مرحلة المراهقة مش في المرحلة دي. هنا مش بيثبت ذاته، هنا بيحتفظ بذاته، بيحتفظ بذاته وبحاجته لنفسه بتاعته. تمام كده. نشوف في المرحلة دي إن في حاجات كتير جدا بتواجه الطفل، وتغيرات كتيرة جدا بتواجه الطفل ما بين المجتمع اللي حواليه، ما بين الأب والأم، المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي. واحيانا في اطفال كتير بيخرجوا عند سن 4 و5 سنوات للحضانه، فبيبتدوا يتنقلوا من بيئه الاسره الى بيئه المجتمع، بيواجهوا تحديات كتير جدا وبيواجهوا صعوبات كتير جدا. بس من كتر اهتمام الطفل بانه يلبي حاجات معينه، فعشان كده الرسول، يعني هي مش الرسول، هي كان حديث كان يقال، انا تاكدت منه، كان بيقولوا لعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم اتركوا لهم الحبل على الغيرب. بس هو الصحيح بتاعها ان هو روي عن بعض السلف بالنص، بيقول لك لاعب ابنك سبعا. السبع الاولانيين اللي هي السن اللي احنا بنتكلم عنها دي، بس احنا لم نتلون لسه سن من 5 الى 7 سنوات او 12 سنه، يعني من 6 الى 12 سنه، المرحله دي هي لعب. يعني مرحلة من سن من الميلاد إلى سن 5 سنين أو 6 سنين هي لعب، مش أي حاجة تانية غير لعب. المرحلة اللي بعديها هي اللي بتيجي وأدبه سبعا. أدبه سبعا يعني إيه؟ هي دي بقى الحاجات اللي هنبتدي نغرزها فيه، نبتدي نقول له لأ خد بالك. يعني مثلا في مرحلة من سن الميلاد أو من سن بالظبط 3 أو 4 سنين إلى 6 سنين، نبتدي نقول له لأ أنا، إحنا مش موافقين على إن أنت مخطئ في الحاجة الفلانية. ممكن نزعل منه، ممكن نغضب منه، ممكن نعاقبه بانه ما يخرجش، ممكن نعاقبه باي شيء، لكن عمرنا ما نحرمه من حاجه، ما نحرمه من انه يلبي متطلبات المرحله بتاعته او الاحتياجات بتاعته. يعني ما يكونش عايز يجري ويلعب في وسط البيت، احنا حرمناه من الخروج، لكن كمان ما نحرموش من البيت، ما نقولوش لا انت مش هتلعب في البيت كمان. لا احنا نحرمه من حاجه واحده عشان هو يحس ان هو عمل حاجه مش صح، احنا رافضينها. لكن مش كمان نحرمه من انه يتحرك ويلبي بقيه احتياجاته اللي هي الجري والبحث والاستكشاف وكده في البيت نفسه او في مكان تاني. فهنا الجمله دي مهمه جدا، هتبقى معانا طول ما احنا بنتكلم الى بقيه مراحل العمر، يعني او مراحل العمر دي. فاحنا عشان كده في المرحله دي، شوفوا التحديات اللي احنا شفناها كتير اثناء ما احنا بنتكلم عن مرحله الطفوله، فهي لاعب ابنك طبعا نفتكرها دايما، هنلاقي نفسنا بنهدى معاهم كتير، ما بنفعلش كتير، بنحاول نخلي كل حياتنا معاهم لعب قدر الامكان، وبيتعلم من خلال اللعب. هو في المرحله دي بيتعلم من خلال اللعب. تمام يا شباب، في حد عنده اي تساؤل؟ هنتكلم ان شاء الله المره الجايه.
اه فعلا بيبقى في مخزون، يعني مش احنا قلنا ان الطفل بيكتشف وبيتعرف وبيخزن المعلومات او بيخزن شكل الحاجة او صورة الحاجة او صوت الحاجة، ما كل ده بيتخزن. يعني مثلا لو جينا مثلا هو متخزن جواه ان صوت مثلا الازازة لما يعني حاجة ازاز بتقطع تتكسر، صادف ان هو مثلا 3 او 4 مرات واحتفظ بالصوت ده، تمام كده؟ ممكن تكون الازازة دي عورته في رجله وهو في سن سنتين مثلا. لو ما حصلش مثلا سن يعني لمدة مثلا 5 او 6 سنين او 7 سنين، ما حصلش كسر في اي ازاز صدفة، يعني لو جينا في سن 7 سنين حصل حاجة اتكسرت وبعيد عنه، ممكن يبكي وبصراخ. ليه؟ لانه ممكن يتذكر الحاجة المخزنة عنده ان هو لما كان الصوت ده حصل مرة كان حصل له اذى وتعور او اتجرح فبكى كتير من الالم، فممكن يبكي بدون ألم. ليه؟ لأن الصوت نفسه عامل عنده مردود بذاكرة معينة. فعلا هو التراكمات دي بتبقى موجودة عندنا منذ الصغر، ما إذا كان هو فيه تراكمات أصلا وهو لسه جنين. مش احنا قلنا هي الأم لو قريت له قرآن، لما كانت قريت له قرآن وقريت له قرآن بعد كده وابتدى يستمع للقرآن لما اتولد بعد الولادة كمان عند سن 6 سنين، كان فعلا فعلا حفظ القرآن كله ما شاء الله عليه، فحفيدها يعني بتقول انا بعتز بحفيدي دلوقتي ان هو حافظ القران كله عنده 6 سنين. دي كانت حاجه يعني في وقتها كانت اول مره يعني، فدي حاجه معتمده هي على التراكمات اللي موجوده عبر السنوات اللي فاتت. فهي فعلا ذكرياتنا سواء اليمه او جميله بتفضل معانا العمر كله، الا اذا جت ذكريات تانية قدرت تغطي عليها. عشان كده مثلا لما بيكون في مشاكل نفسية، طبعا لو يعني بعد إذنكم مثلا في الجزء اللي أنا هقوله ده كده خاص بالأمراض النفسية شوية، أمراض مش المشكلات. إحنا قلنا كل كلامنا عن العاديين، لكن دلوقتي أنا هقول حاجة عن المرضى النفسيين. في لما يكون عند حد مرض نفسي وبيرجعوا بيه إلى الوراء شوية مثلا في التحليل النفسي، بيقعدوا جلسات مثلا بيقعدوا 2 او 3 جلسات نفسية معاه علشان يقدروا يوصلوا ويتعمقوا جدا في داخله عشان يقدروا يوصلوا لأصل الألم ده جاي منين بالظبط. أول ما بيوصلوا ليه بيحاولوا إن هو يعملوا حاجة اسمها الطرح، طبعا دي فنيات علاجية يعني حاجة اسمها الطرح وحاجات كتير يعني. منها الطرح دي بيبقى مثلا لو عنده ذاكرة سيئة من الأب، مثلا كان بيضرب أمه أثناء ما هو كان طفل مثلا عنده 3 سنين مثلا، فالشاب ده مثلا الطبيبة النفسية بتاعته هي طبيبة سيدة، فالطبيبة دي فضلت تقعد معاه جلسات سنين لحد ما تعرف هو ايه اللي مضايقه بالظبط. فممكن لو هي طبيبة سيدة ممكن يتعاطف معاها ويبتدي يحبها ويقول لها انا متضايق عشانك وانا زعلان عشانك، ويبتدي يحبها ويقرب منها نفسيا. ليه؟ علشان هو متخيل ان دي امه اللي كانت بتنضرب او تتأذي في الصغر، ده اسمه الطرح. يبتدي الطبيبة النفسية تتقبل منه ده لفترة معينة إلى أن يعالج. بتعالجه إزاي؟ بأن هو مع الوقت تبتدي تفهمه أو تديله خبرات جيدة عن عملية اللي هي ضرب الأب للأم، تحولها من خبرة سيئة إلى خبرة حسنة، طبعا بالمناقشة أو بالمواقف أو يعني شوية حاجات فنيات كمان تانية بيستخدموها. لو هو طبيب رجل ممكن يتجه المريض إلى أنه يضربه. ليه؟ لأنه عايز ينتقم منه عشان أمه اللي انضربت في الصغر، لأن هنا عنده الذاكرة المتراكمة صورة الرجل اللي بيضرب المرأة هو شافها في الطبيب طبعا بعد الانفعال النفسي اللي جواه، فبيبتدي يتجه للطبيب ده ويخرج الانفعال ده معاه. الطبيب بيعمل ايه ساعتها؟ بيتقبل منه حاجات زي كده ويبتدي يعالج الأشياء اللي في الذاكرة عنده دي بأنها يديها نواحي إيجابية، أو يخزن عنده يخرج خلاص الذاكرة السلبية أو الذكريات السلبية، يبتدي يدخل عنده بديل لها يعني ذكريات إيجابية. فعلا بتأثر علينا بقية العمر وبنعيش في مشكلات نفسية كتير. فأنا قلت إيه مشكلات، لكن لو تحولت إلى اضطرابات وإلى أمراض نفسية دي بيبقى إنسان يعني تعبان جدا جدا في حياته ومختلف كمان عننا. أنا رديت كده على سؤالك ولا في عايز تستفسر عن حاجة أعمق؟ تمام، بس إحنا أنا بأكد إن إحنا لا نتناول الأمراض النفسية ولا الاضطرابات النفسية، إحنا ممكن يعني نلفت النظر ليها لكن إحنا لن نتناولها في الفترة اللي جاية.
نشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله، هنتكلم عن مرحلة المراهقة، بس هاخد معانا قبليها بشوية إن شاء الله نكون ظبطنا الباور بوينت يعني العرض، ونتناول قبليها ربع ساعة كده الطفولة المتأخرة اللي هي قبل ما قبل المراهقة على طول، وبعد كده ندمج فيها على طول المراهقة، لأن هما أصلا مرحلتين يعني متصلتين ببعض اتصال كبير جدا، يعني هما قريبين من بعض جدا، فعشان كده احنا هناخدهم مع بعض بإذن الله. نشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله.